كيفاه قلت فيها واسمع ما تجوش وهذه مات راهم غادي نوقف معاك هنا السي عبد العزيز على هذه المسألة ديال اسمع ما تجوش. دونك الرأي العام بغى يعرف القصة من الأول. نعم مشاهدي الأعزاء مرحبا بكم معنا مرة أخرى. جريدة ألوانكم تتواجد الآن بمدينة الدار البيضاء وبالضبط بمنطقة درب اليهودي، والآن كنتواجدوا في بيت الضحية فاطمة الزهراء الممرضة اللي اليوم وفاتها المنية في واحد الحادثة ديال القتل اللي تعرضت لها. الآن كنتواجدوا برفقة العائلة الكريمة والعائلة اللي تربت فيها وهذا البيت، والآن كيتواجد معايا واحد من الأخوال ديالها سيدي عبد العزيز. أهلا وسهلا سي عبد العزيز. أول حاجة جريدة ألوانكم كتقدم لكم بأحر تعازي نيابة على الإدارة ديال الجريدة ونيابة كاملين. احنا تأسفنا والله اللي عالم أن المغاربة كاملين تعرفوا مع هذه السيدة هذه، وكان واحد الخبر أليم هذا اليوم. هذا بغيناك تقربنا من هذه الحادثة. احنا اليوم جينا باش نعرفوا الجانب الآخر للحياة ديال فاطمة الزهراء. جينا بغينا نعرفوا فاطمة الزهراء كيفاش كبرات، كيفاش نشأت، كيفاش تربات، وفين خدمات. السلام عليكم. كنوجه لجميع الصحافة اللي حضروا الله يخلف عليهم الله يكثر خيرهم، كنوجه لهم الشكر وتحياتي إليكم الكريمة وكمراجي. فلهذا البارح في الليل جات بنت خالتي البارح الدريه بنت اختي للدار كافين كتير يومين وسيرات ماما كتبقيها عندها. قالت لي لا حبيبي انا جيت غنبات عندك اليوم وغدا ان شاء الله توقف معايا. ناضت نتقلت واحد الكلمه قالتها بلا هو. قالت لي حبيبي الله شاهد عليا الله وداك المصحاب راه. قالت لي واش ممكن تدفني حدا امي وبا على وليديا البارح في الليل؟ يا تقول الدنيا اختي يمكن راه برك داخل ولا هنا. قالت له واش لما تبدا تزوريني وتبكي عليا ودير عليا بحال ما درتو على امي وبا؟ يعني كانت حاسه بشي حاسه. اليوم الصباح كيف ديها قلت فيها واسمع ما تجوش وهذه مات راهم غادي نوقف معاك هنا السي عبد العزيز على هذه المساله ديال اسمع ما تجوش. دونك الراي العام بغى يعرف القصه من الاول. نعم واش هذه السيده كانت في علاقة حيت كيقولوا راه السيد خاطبها ولا كان غادي يخطبها ولا لا؟ واش كان شي علاقة اللي ادات بهذا الجانب أو أنه يرتكب هذه الجريمة هذه؟ نعم سي هشام الكلمة اللي كنبغي نقول لك أنا واحد إنسان نفساني إداري 17 عام عندي ديال الإدارة، فأنا لا يعقل باش نعطي بنت خسي ويتزوج بها واحد عنده صوابق وما عندوش قيمة نسيت وضحية في جيبه خدام بالدم. لا يعقل باش نشوف بنت خسي غيتزوج بهذاك، إلا تزوج بها نقدر ندي عمرو. يعني اللي بغينا نعرفوا دابا او اللي فهمنا من الكلام ديالك هو الخلاف ان بحال قلتي الاهل ديالكم ما كانوش موافقين على هذا الزواج. كنا اتفقنا هذا ما بغيناش ندخل على الدار. عندك صوابق المخدرات وعلى السرقه ما غاديش يمكن نسبوا معك ولا نطبق سلام الارض خلقه في العقل. ولكن شنو السبب اللي خلى الجاني يرتكب هذه الجريمه؟ واش كان شي خلاف ما بيناتهم او لا على حسب ما كيسمعوا الراي العام انه يعني تسمع بانها غادا تخطب او لا غادا تزوج؟ واش هذا الكلام صحيح ولا لا؟ ملي سمعوا غادا تزوج كيتهدد عليها واحد النهار جرتني الله ربي شاد عليا راهي في دار الحق بحال في دار الباطل. قلت يا حبيبي كون على يقين قلت هذيك خينا غادي تمشي لعندو غادي تبرى منو قبل. قالت لي سيكا هي الفرقه السياحيه هي حاضر لكن شوف ما يمكنش نحط في يديك ولا نوسخ في يديك. انا ما كنقدرش نسيب ولا جنوه الى هذا الشيء جنوه يقلبوه ولا حط على يدو رمي له الى راسو. راه كبرت صغار صغار كبار اللي قال حسن ثاني الله يرحمه يا ربي ترحمه بهذا النهار. انا عندي عائله كبيره واصله راه ما يمكنش بنت ختي نعطيها لواحد مجرم ما يمكنش نتناسبوا مع عائله. واخا هذا الكلام تقريبا راه فهمناه والراي العام حتى هو راه فهم الوضع ان العائله كان عندهم واحد التحفظ او لا عدم الموافقه على الزواج. حنا بغينا نعرفوا واش سبب الخلاف اللي خلى هذا الشخص يرتكب هذه الجريمه هذه؟ واش انه عرف بانها غادي تزوج حاليا او في علاقه ديال الخطوبه مع شي شخص اخر؟ هذا الكلام هذا هو اللي بغينا نعرفوا. اللي خدام في كلينيك شيفيا
انا واحد النهار كنصلي وكنسمعها قالت لي راه الخطاب غادي يجيو لعندكم الدار. انا كنصلي ما ديتش فيك الهضره انت ساليت قلت الحاجه دري باش بين بغا تجوج انا اختمعتهم عندهم هما قال لك شي واحد ماني بي ميمكنش يدخل الدار نهائيا. بنت اختي راه واخا طبق سما عرض ما ياخذش غير بحال هذاك. انا عندي سمعه كبيره في المغرب راه ولد مقاوم ما نبغيش واحد ينعت فيا بسمعه راه دخلوا عليهم بزناس الدار لا يعقل ما نقبلهاش ما نقبلش فار يدخل الدار. واخا سؤال اخر اللي غنبغي نسولك والراي العام هو يعرفوه اليوم الصباح خرجت بكري في الصباح تلاقيت ماشي اساسي يلا غنبرك معاهم وغادي نذكر معاهم ونتكلم معاهم وغادي يمشي واحد ديكلاراسيون ديال الدري اختي كانت مضروبه في رجليها ملي مشيت تميت غادي معيطه لي اختي الحاجه فعوض الوالده ها هي ملي عيطت ليها قالوا عبد العزيز فينك قلت لك لاباس يلا خرج قدامك هات تليفون ما بقيت يجري بنت اختك فاطمه زهراء راه مضروبه راه داو ليزيزونس ديال 20 غشت وبنت اختي خدامه في كلينيك. هذا السؤال اللي نعم. بغيت نسولك فيه واللي كيتطرح نعم. وسائل التواصل الاجتماعي نعم. واش هي خدامه في مستشفى خصوصي او مصح او الاحرى مصحه خصوصيه ولكن الشفاء من غير ذكر الاسامي ولكن المكان اللي توقعت فيه الجريمه واش داخل 20 غشت او لا خارج؟ لا الداخل تفضل السعداء داخل كلينيك خدامه فيه اللي هو كلينيك الشفاء. كيفاش تلقيتوا النباء ديال الوفاه ديال فاطمه؟ ملي عيطت لي اختي الحاجه مشيت للسبيطار هذا ديجونس ديال 20 غشت حضر كليه ديال لافاك اللي كيقراو الطلبه دخلت ما دخلتش مع الباب حبسني واحد السيده راه داخل لا 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 حقا كيديروا لي عمليه واش بنت اختي خدامه في كلينيك ويديروا لي عمليه في ديجونس ولا يقال راه ما كتدخلش البال ما تدخلش لاميري ولهذا هما يعتقوها ولهذا اللي كنطالب كنوجه النداء لصاحب الجريمة الله يجعل بينسو هذا راه خصو الاعدام كيما السعودية عندها الاعدام حتى حنا هنا خصو يكون عندنا الاعدام ماشي تهز السيف ولا شنوية وتقتل وفي الاخير تضرب واحد الحبس قليل ودوزو عفو لا لا سي عبد العزيز كنتمنى ان الصوت ديالك غيوصل للجهات المعنيه مرحبا خويا وحنا الحمد لله دوله الحق والقانون يعني الحق ديالكم ما غاديش يضيع وكنتمناو من الله الصبر والسلوان هذه الفقيده هذه. مشاهدي الاعزاء جريده الوانكم دائما في قلب الحدث ودائما في خدمتكم والسلام عليكم ورحمه الله.